رحمنا في مكان هذا اسمه الريع المغني. الريع المغني يعني يقولون انه يا جو الغزو وقطعوها شرق تطمنوا وغنوا، وكذلك الثانيين نفس الطريقة. نفس الطريقة. نعم. والاسم هذا قديم حيل يعني، لأنه ذكره محمد الشريف بقصيدة المشهورة عندما غزا نجد، ذكره يقول ريع المغني والعويزر تمره مع الشاه ليلة صدرها بلا كادر. العويزر الجبل اللي شرق منها الحين، وريع المغني اللي حنا فيها. فريع المغني هذا كان فاصل بين قبيلتين. نعم. اللي غرب منه كانوا عنزه، واللي شرق شمه. مثل حدود. يعني كحد زي ما تقول مانفعل. اذا تعدى والشمري شرق تطمن ودخل بديار شمر، والعنزي يعقب وغرب نفس الطريقه. ذكروا سعدون العواقي من شيوخ عنزه يقول من ضمن قصيده له طويله، بيبان قلبي والضماير عوني، وعواي مع ماضي سبيب الربابه، اعوي عولي يوم يقنب يوني، ذي بنت حويها الضواري بلابه، في راس مرفوع الحق يقن بني، تواقب ان الصوت رمل ذيابه، وانا عويت ومثلهم قمت وني، وعزل من عقف الشوارب ذهابه، زمل المحامل بالمهامه غدني، وانا بعد من عرض قملة حسابه، قصيت هن يمنهن حودرني، مع قال ما يرجع ذهيبا غدابه، يشهد على ما قول ريع المغني، ورمان يشهد والعماير وطابه. صح لسانك. صح ابدنا.